تفترض دراسة جامعة هارفارد الأمريكية أن حياة النباتية من دون لحوم أكثر صحة، وأن مثل هذه الحياة النباتية تزيد فرص العمر الطويل، تماما كما يزيد الابتعاد عن التدخين فرص الحياة الصحية والعمر المديد. دراسة جامعة هارفارد استغرقت 35 عاما، واعتبرت أكبر دراسة شملت النباتيين حتى الآن، وبينت أن متوسط أعمار النباتيين أطول بثماني سنوات من غير النباتيين. أفادت الدراسة أن استهلاك الكوليسترول من شحوم حيوانية مسبب رئيسي لأمراض القلب والشرايين المؤدية إلى الوفاة في أحيان كثيرة. وفي المقابل تناول النباتيين للألياف مفيد لصحتهم، فكوب يوميا من الشوفان الغني بالألياف يغذي الجسم بفائدة تشبه فائدة الجري 4 ساعات في الأسبوع. كما أنها أظهرت أن التزام النساء بنظام غذائي نباتي لأسبوعين يعزز مناعتهن ضد سرطان الثدي. أما عن النباتيين وإصابتهم بمرض الزهايمر، فتبين أن الذين لا يتناولون اللحوم وضمنها الدواجن والأسماك أقل عرضة للإصابة بالزهايمر 3 مرات مقارنة بنظرائهم الذين يتناولون اللحوم. أخيرا نستطيع أن نقول أن النظام الغذائي النباتي القائم أساسا على النباتات القليلة الدهون والعالية الألياف والفيتامينات المضادة للأكسدة يعد الوصفة السحرية للتمتع بعمر مديد خال من الأمراض. رشا خياط، العربية.